لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. انتشرت صورة لتوفيق شرف الدين ونجله الأكبر وهو يصاحب نجله للمسجد لصلاة التراويح، حيث أن الصورة لقت إعجابا كبيرا من التونسيين، حيث نتفاجأ جميع من ظهور توفيق شرف الدين مرة أخرى، حيث عرفها التونسيون بإخلاصه للعمل وحبه للتونسيين، والجميع من التونسيين يحبه. وتوفيق شرف الدين لديه ابن وابنة، حيث اصطحب ابنه الأكبر إلى المسجد لصلاة التراويح في رابع أيام رمضان، والصورة لقت إعجابا كبيرا من التونسيين، وفرح الجميع بقوله: ربي يوفقك يا توفيق، نعرف إنك من أفضل التونسيين، ولكن نعرف سبب استقالتك، ربي يعينك ويحفظ لك أبنائك يا رب. ولاقت الصورة تعليقات التونسيين بالكسرة والفرح والإعجاب من وجود توفيق شرف الدين بالمسجد، حيث قام جميع التونسيين بالترحاب واستقباله باستقبال جيد ومفرح للتونسيين. وقال له البعض حين دخول المسجد: ربي يعينك يا توفيق، من أفضل الرجال الذين عملوا لتونس، نعرف قيمة إنجازاتك التي فعلتها، ربي يوفقك يا رب. وعلق البعض على الصورة بالقول: أنا توفيق، نعرف إنه لديه قيمة كبيرة لدى التونسيين، ولكن ربي معه ويوفقه. اللهم يحفظ توفيق شرف الدين وعائلته يا رب. وتوفيق شرف الدين من أفضل التونسيين الذين عملوا للشعب التونسي بإخلاص وجد.